حضورهم كان قويا والتعويل عليهم بدا جليا في كل التجمعات والنشاطات التي أقامها المترشحون لرئاسيات 7 سبتمبر وممثليهم. الشباب الحلقة الأبرز في الاستحقاق المقبل والرهان الأول الذي تراهن عليه الجزائر لإنجاح موعد 7 سبتمبر المقبل. الانتخابات هي فرصة أن الشباب يعني يرفع صوته من خلال مشاركته في الحملات الانتخابية، أيضا لرفع اهتمامات وانشغالات للمترشحين. أعتقد اليوم الشباب ممثل بفعالية وأعطوا نموذج وقدوة جميلة، أنه فيه مجموعة كبيرة من الشباب اللي هما أصبحوا داخل هذه المجالس المنتخبة ويقودون البلديات والولايات والبرلمان. أيضا اليوم نشاهد حتى الشباب داخل الأحزاب السياسية. لاحظنا إقبال كثيف وكبير من طرف الشباب على الانخراط السياسي والعمل السياسي في الجزائر على مستوى مختلف وشتى الأحزاب السياسية النشطة، مما يسمح على تطوير وبلورة العمل السياسي في الجزائر. مشاركة الشباب في مختلف الأحزاب السياسية والعمل السياسي يعني يعطي سواء إيجابية للبلد، خاصة لما نتكلموا احنا على الجزائر معظم يعني الساكنة هم شباب. التوجه نحو صناديق الاقتراع والتصويت على المرشح الأنسب لن يكون نهاية الرهان، بل هو البداية الحقيقية في طريق استمرار البناء والتشييد بسواعد وأفكار الشباب. نأمل في برنامج رئيس الجمهورية القادم أن يركز على القطاع أو المجال الاقتصادي الذي بدوره يحسن سيرورة ويحسن الظروف المعيشية لمختلف شرائح المجتمع، خاصة فئة الشباب التي هي معول عليها بقوة، خاصة أن الشباب اليوم يعي جيدا ويدرك جيدا المهام والمسؤولية المنوطة به. الفئة الشبابية يعني هي إن شاء الله الفئة اللي راها تكون ماشية في المستقبل، إن شاء الله ينظروا لها بعين الاعتبار وتوفير الظروف الملائمة ومساعدتها والمرافقة تاعها. يعني إحنا كفئة شبابية عدنا أمل إن شاء الله في الرئيس القادم وأنه يوفرنا الظروف ويساعدنا والمرافقة إن شاء الله. بعد أن أرست الجزائر قواعد تفرض عبر دستورها الأخير مساحة معتبرة لإقحام الشباب في الحياة السياسية ومنحهم أدوارا أكبر في جميع المجالات وكل المستويات، يدرك الشباب الجزائري أنه يملك كل المقومات والإمكانيات حتى يكون طرفا فاعلا في خدمة الوطن.